السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد مقلب طفلتهما القومي للطفولة يوضح عقوبة أحمد حسن وزينة. القصة باختصار شديد، أحمد حسن وزينب عايزين يحصدوا زوار كتير في القرية بتاعتهم، فقامت زينب صبغت وشها بالأسود، حمل حسن رعب بنته رعب شديد جدا. فطبعا الحلقة اتعرضت واتسجلت في أماكن مختلفة واتقدمت بلاغ ضد الحلقة، والعديد من الصحف كتب عن موضوع اليوتيوبر أحمد حسن وزينب أثناء تنفيذ مقلب في ابنتهما الصغيرة. عاد صبر عثمان المنسق العام لخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عن تفاصيل التقدم ببلاغ ضدهم، وتسبب المقلب في إثارة حالة من الذعر والبكاء لدى الطفلة إيلين نتيجة لتغيير والدتها زينب لملامحها مستخدمة مكياج أسود وشعر مستعار. وقال عثمان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم خلال القناة الفضائية المصرية، أن الوالدين أساء التعامل مع الطفلة وانتهازها لأجل حصد عدد من نسب المشاهدات والإعجاب، وتم تلقى العديد من البلاغات ضد الوالدين بعد نشر الفيديو على السوشيال ميديا بسبب عدم تمكنهما من الحفاظ على سلامة الطفلة والتأثير بشكل سلبي عليهم. كما أوضح عثمان أنه تم توجيه تام أمس من قبل المجلس القومي للطفولة والأمومة ضد الوالدين لمخالفتهما الدستور بسبب سوء معاملتهما للطفلة نتيجة لحالة الفزع والهلع التي سيطرت عليها، وأشار إلى أن استغلال الطفلة في قانون العقوبات يعد جريمة اتجار واستغلال تجاري وعقوبتها السجن لمدة 5 سنوات وغرامة تصل إلى 200,000 جنيه. ووفقا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر تصل العقوبة إلى السجن المؤبد و500,000 جنيه غرامة لأن الجريمة وقعت من الأب والأم على طفلتهم. هذه نتيجة إن إحنا بنبالغ علشان نجيب زوار علشان نجيب مشاهدات. يرجو نكون يعني شوية واقعيين، نقدم أشياء مفيدة. يعني انا شايف، انا يعني على المستوى الشخصي شايف ان في حاجات كتيرة بتتعمل في الفيديوهات وبتتعمل على اليوتيوب غير منطقية خالص، والناس بتدور على الحاجات التافهة، والناس عايزة زوار عايزة مشاهدات بأي شكل بأي طريقة، مفيش لا مبادئ ولا قيم ولا احترام لأي شيء. يعني يا جماعة عايزين نستقي شوية باللي بنعرض، وعايزين نقدم شيء مفيد، عايزين نقدم شيء جميل. يعني بلاش نسعى ورا المشاهدات بشكل، يعني خلينا نجح في الخطأ، خلينا يعني احنا عايزين نكون قدوة في اعمالنا، عايزين الناس اللي تتفرج على اي فيديو سواء صغير او كبير يستفيد، وإلا بلاش. يعني هو اليوتيوب معمول عشان خاطر نحصد فلوس، ولا عشان خاطر ان احنا نقدم مادة قيمة، نقدم شيء يفيد الناس ويفيد البشرية ويفيد حتى فيما بعد الإنسان لو مات وساب الفيديوهات دي ما يتحاسبش عليها بعد موته. أرجو إن احنا نتحرى الصدق في كل فيديوهاتنا ونقدم الشيء الواقعي، الشيء الجميل المفيد. تحياتي ليكم وشكرا لكم.